هو لما يكون لجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب كمشرف على الكرة حاطين ايديهم على اسباب ما يحدث، المسألة مش محتاجة اجتهادات ولا محتاجة البحث عن تغيير الاشخاص، لانه الاسباب واضحة ومعلومة. لكن كارتيرون لا، نروح لحد تاني. كريم ومعاه الكابتن هشام حنفي سابوا كارتيرون ونشوفهم هيجيبوا مين. لو في يعني قرار ان هو يكمل، وانا اشك ان انت تشك ان انت مش عارف مديني احساس ان موسيماني هيمشي خلاص، احساسك كده مش عارف ايه. شكلك عارف حاجه يا كابتن هشام، في حاجه في حاجه في المانيا كده بتحصل كده، ما اعرفش كده. فيعني في حاجه في المانيا احتمال. والله مدرب الماني ولا ايه؟ الله اعلم بقى، بس في حاجه ما اعرفش بقى. انت يعني ايش عرفك في المانيا؟ يمكن بيجيب شوكولاته من المانيا ولا حاجه، مش عارف يعني. خلينا نشوف كلام كابتن هشام ده، سجلوه عشان ايه لو حصل حاجه في المانيا يبقى كابتن هشام حنفي اول واحد قال القصه دي. صحيح. طيب خلاص، يعني هو واضح ان في انا شخصيا يعني بتعرض لهذا الامر باستمرار. ان هو ايه اول ما يشتم ان في مشكله في الكوره من قبل موسيماني، 7-8 وكلاء يكلموني يبعتوا لي سير ذاتيه ويرجع يقول لك الاهلي بيفوض فلان، وهو كل اللي عمله بعت لك سير، بعت لي بس سيره ذاتيه. فانا ما بعلقش. بس دوري كمان ما تجاهلش، بروح باعتها لجهه الاختصاص. لجنه التخطيط عندها حاجه و20 كابتن سيد. يوم يجي لي الرد، مين قال لك ان احنا بندور؟ انا ما خلاص شكرا يا فلان يا فلان يا فلان، احنا ما بندورش. على ما تقول له فلان يا فلان يا فلان احنا ما بندورش، نصب السويقه خلاص بقى في المانيا. ايوه، يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا، لمجرد ما بعت لك رساله مش عارف مين. ودي مش هتخلص منها، ومش هتحصل مع الاهلي بس، دي اشتغالات بتحصل في السوق، كل واحد فاهم انه بيروج لبضاعته. بس الاول انتوا بتبيعوا الميه في حاره السقايين. الاهلي ما بيشتغلش كده. الاهلي لما بيعوز حاجه بيعلن انا عايز حاجه. وعمر النادي الاهلي ما بيشتغل بالمباراه، لانه عارف ان كره القدم فيها هذا الكلام. لكن ممكن يعمل الارم، صلح خلي بالك في خطا، خلي بالك الطريقه دي. طب ما تفهمنا ايه اللي حصل، واذا كنا موافقين على العلاج بتاعك ولا قول لنا بتفكر ازاي. يعني في نوع من المتابعه، دي المتابعه الحميده اللي ما فيهاش تداخل، لكن متابعه، فهمنا ايه اللي بيحصل. فطبعا والاجتماعات بتاعت النهارده بتقول ايه؟ ده كل ده تخطيط. ايوه، وفي شركاء في الفتره الجايه. انت مش هتلاقي المدرب يجي لك كده، مش في شركه الاهلي اللي غالبا مفروض هيبقى لها راي في هذا الامر. صحيح. او احد مسؤوليتها طبعا. فالكلام اللي بتسمعوه يا جماعه كلام عباره عن عبث وشوشره، زي برضه فكره المقارنه بين اللعيبه بتاعت النادي الاهلي حتى من ولادنا تاني وتالت. انا هفضل اكلم ولادنا ليه؟ هم اللي يهموني، جمهورنا الجديد اللي لازم يتعود على طريقه الاهلي شويه. ما ينفعش يا جماعه ان كل ما واحد يحصل له هبوط في المستوى او ما يؤديش بالشكل اللي احنا عايزينه، ان احنا نصدر البديل من جوه النادي الاهلي. واحيانا من بره النادي الاهلي، بس فلان الفلاني ما يقعدش بقى. ما كلمة ما يقعدش بقى ده لو قاعد بتعمل أزمة. طبعا. لأن اللعيب لو هيأ نفسه إنه ما يقعدش بقى، الجمهور عايز كده. وصلنا لنفس النتيجة. عيب، لأن أنت هتغير رأيك بعد شوية. صحيح. ما حدش هيفضل 10 على 10. وبعدين هذا الكلام هيؤدي إلى ربنا ما ما ما, ما يا رب ما تحصل، ويكون لعبتنا على هذا النضج. النفسنة. مش عايزين ده يحصل يا جماعة، أنتوا عايزين ده يحصل؟ يا شبابنا، يا خبراء السوشيال ميديا معانا، انتوا عايزين ده يحصل؟ رايكم كويس، بس دايما نقعد مع بعض ندردش في الكوره، لكن سيبوا جهاز الكوره يقول مين يقعد ومين يلعب من فضلكم. وما ما ما تهاجموش قوي وتلمعوا قوي وتهاجموا قوي وتلمعوا قوي كده، الامور مش هتتزن. احنا عندنا لعيبه واعده جدا ومبشرة، بس عايزة تستوي على نار هادية. إذا الراجل ما بيعمل كده، أدي لك وأدي لك إمتى؟
انما ده مش معنى ان كل واحد لازم يخلص على واحد.